صباح الخير يا دكاترة، احنا ان شاء الله هنشتغل هنكمل مع بعض الكونتنت بتاع الاندستريال 2. هنتكلم النهاردة عن الميكسينج، وهناخد فيه ان شاء الله مع بعض حوالي من 3 لـ4 محاضرات. النهاردة اول محاضرة في الميكسينج، فاحنا هنتكلم عن بعض الحاجات الجنرال زي الانترودكشن بتاعة الميكسينج. اول حاجة هناخد تيرمز، بعض المصطلحات اللي احنا محتاجينها علشان نشتغل في الميكسينج، او علشان نفهم لما نيجي نتكلم في حاجات نبقى فاهمين هما بيتكلموا على ايه. اول حاجه هنتكلم فيها هي الاجيتيشن. ايه هو الاجيتيشن؟ الاجيتيشن ده refers to induced motion of a material in a specified way usually in a circulatory pattern inside a container. يعني نقدر نقول كده ان الاجيتيشن ده هو التقليب. فالتقليب بيبقى عبارة عن ايه؟ induced motion، يعني حركة انا اللي عاملها بايدي، مش حركة عشوائية، مش spontaneous، دي induced انا اللي عاملها. in a specified way يعني بشكل معين. وطبيعة الحال لما انت لما بتيجي تقلب اي حاجة بتقلبها، يعني كوباية الشاي لما بتقلب الصوب الدوب بالسكر او بتقلبها بتعمل ايه؟ circulatory pattern او circular motion. تمام؟ طيب ده كده معنى الاجيتيشن. الترم اللي بعد كده الميكسينج. الميكسينج عبارة عن ايه؟ عبارة عن the random distribution into and through one another of two or more initially separate components. يعني ايه باختصار؟ الميكسينج هو الخلط، وطالما عندي خلط يبقى عندي مادتين مش مخلوطين، او مادتين بعيد عن بعض، او separate مفصولين عن بعض، انا بخلطهم. عشان كده ايه هو الميكسينج؟ هو random distribution، ان انا بخلي المادة مادة تبقى randomly distributed في مادة تاني. تمام؟ يعني كنموذج بسيط، لو انت جبت شويه ملح ميه، في الاول خالص اول ما انت حطيت الملح في الميه، الملح بيبقى سيبريت عن الميه، بدليل ان انت قادر تشوفه، بتلاقيه في القاع بتاع الكونتينر بتاعك. لما تبتدي تقلب ايه اللي بيحصل؟ يبتدي الملح يحصل له ميكسينج مع الميه، فلما يحصل له ميكسينج يبتدي يتوزع بشكل عشوائي في الميه. عايز مثل تاني اوضح؟ لو جبت شويه تراب في ميه، في الأول بتلاقي التراب راكز في القاع بتاع الكونتينر، بعد ما تقلب إيه اللي بيحصل؟ تلاقي التراب راندملي ديستريبيوتد في الماية. تمام؟ فهو ده معنى كلمة ميكسينج. خلي بالك إن البليندنج سينونيمس للميكسينج، يعني بليندنج أو ميكسينج الاتنين زي بعض، عكسهم سيجريجيشن أو دي ميكسينج. أوكي؟ طيب الأجيتيشن والميكسينج، هل الأجيتيشن يعني التقليب هو الميكسينج؟ لا مش شرط. اتفقنا ان الاجيتيشن عباره عن ايه؟ الاجيتيشن عباره عن ان انا بعمل حركه جوه كونتينر. يعني انا لو عندي كونتينر فيه ميه، ميه بس، الميه دي انا بقلبها، كده انا بعمل لها اجيتيشن، صح؟ اه. هل بعمل لها ميكسينج؟ لا، لان هو كومبوننت واحد، فانا بميكس ايه في ايه؟ لازم الميكسينج يبقى عندي تو كومبوننتس او اكتر. فطالما انا عندي كومبوننت واحد انا اقدر اعمل له اجيتيشن، لكن مش هعمل له ميكسنج. تمام؟ تمام، ده الفرق بين كلمه الاجيتيشن والميكسنج. طيب انا ليه بقى بعمل ميكسنج؟ احنا دلوقتي عايزين نتكلم على الميكسنج. خلوا بالكم يا دكاتره انه انا ممكن اعمل ميكسنج ثرو اجيتيشن، يعني وانا بقلب بيحصل ميكسنج. اوكي؟ ده الفرق بين الميكسنج والاجيتيشن عشان نبقى فاهمينه اكتر. طيب انا ليه بقى بعمل ميكسنج؟ يعني الميكسنج ده فارق معايا في ايه؟ اول حاجه ان انا بعمل انشور يونيفورم ديستريبيوشن اوف ذا اكتيف انجريدينت فور اكيوراسي اوف دوزج. زي ما تفتكروا معايا كده لما كنا زمان بندي لكم السسبنشن، فاكرين السسبنشن كان ايه؟ كان بودره في ميه. البودره دي المفروض تبقى سسبندد في الفيكل بتاعتي، والمفروض ان انا لما اعمل لها اجيتيشن يحصل ريديستريبيوشن، يحصل ميكسنج كويس للماده الفعاله بتاعتي في الفيكل. فلما العيان او الاب او الام بتاع الطفل لما بيسحب المعلقه بتاعت الدواء دي بيسحب يونيفورم دوز. طب لو انا ما عملتش ميكسنج، لو ساحب دوز من فوق فيكل بيور ما بياخدش ماده فعاله بكونسنتريشن مظبوط، وكل ما يقرب لتحت للقاع بتاع الكونتينر بياخد ايه؟ بياخد دوز عالية ممكن تبقى توكسيك. تمام؟ يبقى انا بعمل ميكسنج ليه؟
اول حاجه ان انا اضمن اليونيفورم ديستريبيوشن بتاع الاكتيف انجريدينت عشان تبقى ايه اكيوريت دوز. من غير ما اعمل ميكسنج الدوز مش هتبقى اكيوريت. تخيل انت جيت تكبس اقراص، حطيت الماده الفعاله فوق او تحت، وحطيت بعد كده بقيه الكومبوننتس، ومن غير ما تخلط البودره مع بعضها قمت وديتها تتكبس. لو انت حاطط الماده الفعاله من تحت اول حبه نازلين من الهوبر، دول مليانين ماده فعاله. القرص مثلا لو وزنه جرام عشان يحتوي على 500 مللي جرام من الماده الفعاله، فانت حاطط جرام مثلا كامل ماده فعاله، واخر حبه فوق مفهومش ريحه الماده الفعاله، ففي ناس هيحصل لها تسمم وفي ناس مش هتتعالج. تمام. طيب يبقى انا بعمل الميكسنج علشان ايه؟ اعمل يونيفورم ديستريبيوشن فاتاكد من الاكيوراسي اوف دوزج. تمام. وبالتالي secure uniformity of composition so that small sample withdrawn from a bulk material represent the overall. يعني ايه كلمه ال small samples دي؟ represent. انا لما باجي مثلا اصنع اقراص، انا مش بصنعه قرص قرص، يعني مش بقعد اوزن كل كومبوننت وبعدين هحطه يتكبس. امال بعمل ايه؟ سي مثلا انا عندي قرص وزنه جرام، حلو، انا هصنع مليون قرص. مليون قرص يبقى انا هعمل كام؟ هعمل طن من البودره. طيب لو الماده الفعاله وزنها 100 مللي جرام، يبقى هحط 100 كيلو. انتوا معايا في دي؟ يبقى انا في الباتشايه الكبيره هحط كيلو ماده فعاله، او يعني سوري 100 كيلو ماده فعاله، هحط مش عارف ايه بقيه الانجريدينتس. المفروض الماده الفعاله بتاعتي تمثل 10% من وزن القرص، صح؟ مش انا عايز 100 مللي جرام ماده فعاله والقرص وزنه جرام، يعني 1000 مللي جرام، يبقى الماده الفعاله تمثل 10% من وزن القرص. وانا حاطط في البودره بتاعتي الماده الفعاله 100 كيلو وانا حاطط طن، فكده الماده الفعاله بتاعتي تمثل 10% من وزن القرص. هل بقى لما اجي اكبس لو انا ما عملتش ميكسنج اللي هيطلع لي القرص فيه الماده الفعاله 10%؟ مش شرط. لكن لو عملت ميكسنج كويس، انا عامل ميكسنج لطن من البودره، لو سحبت جرام من الطن ده، لو انا عامل ميكسنج كويس، لو سحبت جرام من البودره ورحت احلله، هيطلع لي 10% من البودره دي ماده فعاله، يبقى انا كده عامل ميكسنج مظبوط. يبقى انا لما هاجي اكبس القرص اللي وزنه جرام اللي طالع من المكنه في 10% ماده فعاله اللي هي 100 مللي جرام اللي انا عايز اديها للعيان. فهمتوا يعني ايه ان السمول سامبلز من البلك تمثل لي اللي انا عايزه؟ انا عايز الماده الفعاله تبقى 10% من القرص، فانا حاططها في البلك في الطن، حاطط 100 كيلو. لما اعمل ميكسنج واسحب عينات لازم ابقى ضامن ان اي عينه هسحبها، لو سحبت جرام من فوق، سحبته من النص، سحبته من تحت، سحبته من الجنب، سحبته من الجنب التاني، سحبته من اي حته في الكونتينر، لو انا عامل ميكسنج كويس ورحت احلله، هلاقي ان الماده الفعاله تمثل 10% من وزن القرص. هلاقي مثلا ان الاناكتيف اي يمثل 25% من وزن القرص. فالاناكتيف اي لما اروح احلله، لما اسحب جرام من اي حته من الطن ده، هلاقيه 10% او 25% من الايه؟ من الوزن اللي انا سحبه. يبقى انا عايز السمول سامبلز اللي تمثل قرص من طن اقراص تمثل لي ايه؟ تبقى زي الكومبوزيشن اللي انا عايزه بالظبط اللي انا هكبس فيه القرص. طيب ده اول سبب. تمام. طيب خلي بالك ان الديجري اوف ميكسينج must commonly be of higher order as many such mixtures are dilutions of a potent drug and correct dosage must be ensured. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم الميكسنج بتاعك يبقى very 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 accurate و efficient of high order، يعني علشان كل غالبية الأقراص اللي احنا بنستعملها دي بتبقى ال potent drugs. فلو انت مش عامل ميكسنج كويس، المادة الفعالة لو كترت في الأقراص هتبهدل العيان، ولو قلت مش هتعمل مفعول. تخيل عيان عنده ذبحة صدرية وجينا نديله قرص الايزوسوربيت داي نايتريت واحنا مش عاملين له خلط كويس، فبدل ما اديله 10 مللي جرام في القرص بديله كام؟ انا ما خلطتش كويس، قمت مديله 30 مللي جرام في القرص، ممكن يحصل له سيركيلاتري كولابس، ضغطه يلطى فجاه يموت. والعكس، واحد عنده ذبحه صدريه
الدم مش رايح للقلب كويس، اديت له قرص ايزوسوربيت داي نيتريت، المفروض انه فيه 10 مللي جرام من الماده الفعاله، انا مش خالط كويس، فمدي له قرص كله انكتيفز ما فيهوش ماده فعاله، العيان هياخده مش هيحس بتحسن، وممكن الذبحه الصدريه تؤدي للوفاه لا قدر الله. يبقى لما يكون عندك الادويه واغلبيه الادويه اللي بنتعامل فيها بوتنت، لازم الميكسنج يبقى اوف هاي اوردر، لازم يبقى قوي جدا افيشنت فعلا، لانه اي غلطه فيه بتؤدي الى كارثه لا قدر الله. تمام، احنا بنتعامل في ادويه، والادويه دي يعني علاج، وعدد كبير منها بيبقى لايف سيفنج، انت بتدي العيان حقنه، بتدي له قرص برشام، بتدي له اي حاجه بتلحقه ممكن يروح لو انت مش عامل الحاجه دي صح. طيب تاني سبب بعمل عشانه الميكسنج، تو بروموت كيميكال اند فيزيكال رياكشنز باي انكريسنج ذا كونتاكت سيرفيس. يعني ايه؟ ابسط مثل لده ايه؟ لو انت حاطط مادتين المفروض يتفاعلوا مع بعض، هما هيتفاعلوا مع بعض ازاي؟ عن طريق الكوليجن ثيوري لو تفتكروا، ان انا عندي كومبوننت A وكومبوننت B، كومبوننت A بيخبط في كومبوننت B فيتفاعلوا مع بعض، لو انت سايبهم منهم لنفسهم هيتفاعلوا، بس محتاجين مثلا ايه قد شهر. طب انت بقى في المصنع عندك شهر كامل مستني التفاعل يحصل؟ اكيد لا. طيب ما تقلب، لما تقلب ايه اللي يحصل؟ التفاعل ده يزيد. الفكره اوضح قوي لو رجعنا للفكره بتاعت الميه بسكر او الشاي لما تحط فيه سكر او اي حاجه من دي. انت لو حطيت السكر في الميه هتلاقي السكر في القاع بتاع الكوبايه، لو سبته كده بعد 5 6 ساعات هتلاقيه داب تماما. بس تخيل انت بتشرب شاي سايبه 5 6 ساعات علشان يدوب، مش هتعرف تشربه، برد. امال بتقوم انت جايب المعلقه وتقلب، فلما بتقلب بتعمل ميكسنج، فبتسرع الفيزيكال رياكشن اللي هو السوليوبيليتي، انت بتسرع البروسيس دي، الفيزيكال بروسيس دي بتسرعها عن طريق ايه؟ عن طريق انك بتخلي حبيبات السكر تتفاعل فيزيكالي بشكل اسرع مع الميه. يبقى الميكسنج بيسرع لي او بيحفز لي الكيميكال والفيزيكال رياكشنز عن طريق ايه؟ ان انا بزود الكونتاكت سيرفيس. لما كانت حبيبات السكر ركزة كلها في القاع، السيرفس المعرض للمية قليل، لما قلبتها بقت كل حبيبة منطورة لوحدها في المية، فالكونتاكت سيرفس بينها وبين المية زاد قوي. تمام؟ الأمثلة ده إيه؟ الديزولفينج اللي احنا لسه قايلينه، الأبسوربشن يعني الامتصاص، الإكستراكشن طبيعي لو أنت كوباية الشاي حطيت المية وسبتها هتلاقي الشاي من تحت تقيل ومن فوق خفيف، فأنت بتقلب علشان إيه؟ نستخلص كل حاجه من الشاي بسرعه، والهيت ترانسفير زي ما درستم معانا في اندستريال 1. طيب ايه هي انواع الميكتشرز، انواع المخلوطات؟ خدوا بالكم يا شباب، مخلوطات يبقى انا عندي مادتين، بطبيعه الحال المادتين دول الاحتمالات ما بينهم 3 احتمالات، يا بيحبوا بعض فالذوبان ما بينهم سهل او الميكسنج سهل، يا العكس ما بيحبوش بعض فالميكسنج صعب، يا اما لا بيحبوا ولا بيكرهوا فهم مكانهم لغايه ما انت ايه قلبتهم يتقلبوا، ما قلبتهمش ما يتقلبوش. دول 3 حالات ولا رابع لهم. فاول حاله عندنا بنقول ان احنا عندنا ايه؟ عندنا البوزيتيف ميكتشرز. بوزيتيف ميكتشرز واضح من الاسم ان هم ايه؟ بوزيتيف، مقبلين بقى على بعض. تمام؟ دي بتبقى ايه؟ بتبقى ماتيريالز زي الجاسز او الميسبل ليكويدز، زي مثلا ميه وكحول، ميه وخل. عمرك حطيت خل على المية ولاحظت ان انت محتاج تقلبه اصلا؟ ما بتلاقوش، جري. لو حطيت مية على الكحول ما تلاقيهاش، ما تلاقيش المية والكحول، هتلاقيهم دابوا في بعض على طول. تمام؟ او الجاسس، اي غازات، الغازات بتختلط مع بعض بمنتهى السهولة والسرعة. دول لما بتخلطوا بقى بيعملوا ايه؟ الـ irreversible mixing will take place naturally، يعني من غير اي تدخل منك، مش محتاج تعمل حاجه، دول بوزيتيف ميكتشرز، هما عايزين بعض. تمام؟ ده بيحصل نتيجه الديفيوجن، طبعا محتاجين وقت، احنا لو قلبنا الميكسنج هيبقى اسرع، لكن انا بتكلم انه كمادتين هما مقبلين على بعض، يعني لو حطيت ميه وخل او ميه وكحول او جاسز زي اكسجين مثلا وكربون دايوكسيد، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هما هيتخلطوا مع بعض، بس اديهم وقت.
ومجرد ما دخلتوا مع بعض ما تعرفش تفصلهم تاني، خلصت. يعني احنا لو خلطنا ميه بكحول، تعرف انت تفصل الميه من الكحول؟ لا انت ولا غيرك. عشان تفصلهم محتاج بقى تعمل لهم بقى عمليات تاني، تقطير ولازي منه. انما هل انت تعرف تفصله كده باي وسيله بفلتريشن مثلا؟ مستحيل. خلاص، عشان كده بنقول irreversible ميكسينج بيحصل لو انت مديله شويه وقت. تمام، بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الديفيوجن، الماده دي بتديفيوز في الماده دي ناتشرالي. اوكي، عشان كده في الميكسينج المواد دي ما بتعملش اي مشاكل. doesn't الماتيريالز دي don't represent any problems، ما بتعملش اي مشاكل في الخلط. خلطهم سهل، يعني انت لو حطيت ميه على خل وقلبتهم تقليبه صغيره خلاص دابوا في بعض. يعني حطيت ميه وكحول دابوا في بعض خلاص، بسيطه جدا ما فيهاش اي مشاكل. اوكي، وما بيفصلوش، فانت مش قلقان. زي ايه؟ زي الميه والكحول، الميه والاسيتيك اسيد، الصوديوم كلورايد والميه، كل الكلام ده بوزيتيف ميكسرز، هم حابين بعض. طيب اتفقنا ان البوزيتيف هم عايزين بعض، فبالتالي او متوافقين مع بعض، فبالتالي خصائصهم مشتركه، كله بولر مثلا او كله نان بولر، فالدنيا سهله. طيب العكس، العكس بقى نيجي نشوف النيجاتيف ميكسرز. لو انا حطيت حاجه بولر مع حاجه نان بولر، زي مثلا لو حطيت زيت مع ميه، هل الزيت والماء يمتزجان؟ اكيد لا. ليه؟ لان واحد ليه كاركترستكس معينه، ان واحد بولر والتاني نان بولر مثلا. تمام، فبالتالي ما يدوبوش في بعض. المثال الشهير لده ايه؟ دول بنسميهم يا جماعه النيجاتيف ميكسرز. نيجاتيف ميكسرز يبقى ايه؟ هما نيجاتيف، هما بعيد عن بعض، خلطهم صعب، والفصل بتاع ان هما يفصلوا من بعض سهل جدا. زي السسبنشن، السسبنشن لما تحط بودره في ميه، مجرد ما تقعد تقلب 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 بيحصل لهم سسبنشن. لو سبتهم شويه بيرجع السوليد تاني يركز تحت او يطفو على السطح حسب كثافته ويفصل عن الميه. تمام، محتاج تقلبه كل شويه. عشان كده لما نيجي حتى في المصانع بنعبي السسبنشنز، المكنه بتفضل شغاله وهي بتعبي، الميكسر بيفضل شغال وانت بتعبي، لان الميكسر لو ما اشتغلش اول حبه هتعبيهم، غير الحبه اللي في النص، غير الحبه اللي في الاخر. تمام، ليه؟ لان هما نيجاتيف ميكسرز. طيب السسبنشنز مثلا للسوليدز في الليكويدز، دول اكزامبل مشهور قوي. اي تو فيس سيستم، يعني سوليد في ميه والسوليد ما بيدوبش في الميه، او سوليد في ليكويد والسوليد ما بيدوبش في الليكويد، او ليكويد وليكويد والاثنين اوف ديفرنت نيتشرز، واحد بولر واحد نون بولر، زي الزيت والميه، زي الامالجن لو تفتكروا. تمام، لو الفيزز دي ديفر في الدنستي هيفصلوا عن بعض unless continually agitated، ده اللي احنا بنقوله، لازم نفضل ايه؟ نمكس ما بينهم. عشان كده كنا في الامالجن بنعمل ايه؟ بنحط سيرفاكتنت. ليه؟ علشان يضمن ان الميكشر ده هيفضل to some extent properly mixed او properly distributed ال discontinuous phase جوه ال continuous phase لفتره معينه، هي فتره تداول الدواء. بعد الفتره دي بتلاقي الامالشن بيفصل عادي خلاص كده، هو غير صالح. تمام، طيب النيجاتيف ميكشر بقى اصعب حاجه ممكن تعملها. تمام، عشان كده higher of mixing efficiency is required، لازم الميكسنج يبقى كويس قوي قوي قوي. لو تفتكروا وانتوا بتعملوا الايمالشن عندنا في المعمل، كنت لما تقلب مش بسرعه، فاكرين كنا اقول لكم ايه؟ مش بقوه لكن بسرعه. بسرعه ليه؟ علشان تعمل higher order of mixing. كنا بنقول لك ما تدوسش على الفيسل، ما تدوسش على المورتر، بس تعمل ايه؟ قلب بسرعه. ليه؟ علشان تعمل higher order of mixing، فالافيشنسي بتاعته تبقى عاليه. لانك لو ما عملتش كده، الناس اللي كانت بتقلب بقى براحتها دي كانه بيقلب كوبايه شاي، كنا اول ما يخلص ويجي بقى يوري للدكتور كده الايمالشن بتاعه، الدكتور كان يقول له لا ده فصل. ليه؟ لانك مش عامل هاير اوردر اوف ميكسنج، مش عامل ميكسنج افيشنسي كويس. طيب كده احنا اتكلمنا على البوزيتيف واتكلمنا على النيجاتيف، هنتكلم على اللي في النص اللي هو النيوترال. اتفقنا النيوترال دول ايه؟ دول مواد لا حبايب ولا اعداء، هتحطهم مع بعض من غير تقليب مش هيتقلبوا، هتقلبهم يتقلبوا. تمام؟ يعني لا كارهين بعض ولا حابين بعض. بنسميهم ايه؟ static in their behavior. يعني ايه static؟ يعني ثابتين.
ما لهمش، ما بيتحركوش، مش دايناميك، مش متحركين. الكومبوننت دول having no tendency to mix spontaneously، يعني لوحدهم مش هيتمكسوا، nor they do segregate when mixing، بس لو قلبتهم يتقلبوا خلاص وما يفصلوش. تمام. طيب امثله لده ايه؟ البيست، معجون السنان. لو انت حاطط مثلا جليسرين وميه وميوسلج وبتاع على شويه كالسيوم كربونيت وبتاع، وجيت سبتهم كده، مش هيتمكسوا، مش هيتقلبوا على بعض. طب انت قلبتهم هيفصلوا امتى؟ ما بيفصلوش. تمام. يبقى دول افضل شويه من النيجاتيف، ولكن ايه، مش سهلين قوي زي البوزيتيف. المواد دي لما نقلبهم مع بعض، لما نحطهم مع بعض ما يتقلبوش، ما يحصلهمش ديفيوجن لماده في ماده سبونتينيوسلي لوحدهم. طب ولو انا قلبتهم ما يفصلوش، ما عندهمش مشكله النيجاتيف. الاوينتمنتس، المراهن، نفس الوضع. والميكسنج باودرز، انواع البودره، لو انت حطيتهم على بعض ما بيحصلهمش ديفيوجن في بعض. طب مكستهم ما بيفصلوش. طبعا مش كل انواع البودره، لان لو في بعض انواع البودره بتبقى بتفصل عادي، لكن غالبيه البودره ما بتفصلش. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على انواع الميكتشرز، وقلنا ثلاث انواع، اللي بيحبوا بعض قوي بوزيتيف، اللي بيكرهوا بعض اللي هو النيجاتيف، واللي ما يعرفوش بعض لو حبيتوا تسموها يعني عشان ما تنسوش، اللي هم احنا ما نعرفش بعض فاحنا مش مقبلين على بعض، بس لما اتعرفنا على بعض ايه ده انت حد حلو قوي فاحب اتعرف عليك، ففضلنا ميكسد مع بعض. يبقى بوزيتيف ونيجاتيف ونيوترال، دول الثلاث انواع بتوع الميكسنج. طيب الاكستنت بتاع الميكسنج، دلوقتي احنا قاعدين نتكلم ونقول الميكسنج بتاعنا لازم يكون افيشنت وهاي اوردر اوف ميكسنج. طالما دي حاجه انا محتاج ان انا اعملها، يبقى لازم يكون عندي مقياس ليها عشان اقدر اقيسها انا عملتها ولا لا. تمام. طيب وبالتالي depending على الاكستنت اوف ميكسنج، الميكسنج بنقول انه ثلاث حاجات او ثلاث تصنيفات. اول حاجه perfectly mixed or uniform mixing، زي ما انتوا شايفين كده المثل اللي في النص ده، احنا بنتخيل ان احنا خلطين two components، واحد لونه ازرق وواحد لونه ابيض. لو انتوا باصين معايا في البتاع في البانل اللي في النص دي، هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا كل واحده بيضه جنبها واحده زرقاء، اهي كل واحده بيضه هتلاقي جنبها واحده زرقاء، كل واحده بيضه جنبها واحده زرقاء. ده بنسميه بيرفكت ميكسنج، وده مستحيل تعمله. البرفكشن في الحياه الواقعيه شبه مستحيل، ان لم يكن مستحيل. تمام. بس طبعا احنا بنتكلم من وجهه نظر ايه، دي 100% مش هنوصل لها ماشي، لكن هي دي 100% ان انا ابقى بيرفكتلي ميكسد. يعني ايه بيرفكتلي ميكسد؟ يعني كل كومبوننت ابيض جنبيه كومبوننت ازرق. ده يا جماعه بيحصل غالبا لما بعمل ميكسنج سولوشن، لما بعمل ميكسنج لسولوشن بيبقى بيرفكت. انما بتكلم على البودره، مستحيل تعمله كده. لو انت بتخلط بودره مع بعض مستحيل، شبه مستحيل توصله. لكن سولوشن مدوب ملح في ميه، بيبقى بيرفكت زي كده. مدوب سكر في ميه بيبقى بيرفكت زي كده. تمام. طيب ده اول مثل. المثل الثاني اللي عندنا ايه؟ انه randomly mixed زي ما انت شايف كده في الايه، في البانل اللي على اليمين دي اهي. لو انت شايف هتلاقي ايه؟ هتلاقي كل مربع صغير من دول، شايفينهم احنا مقسمينهم كده زي السودوكو، كل مربع صغير من دول في نفس عدد الابيض ونفس عدد الازرق، يعني هو كده ميكسد، وميكسد بنفس الريشيو اللي انا كنت حاططها. انا حاطط كومبوننت ابيض قد كومبوننت ازرق، فكل مربع صغير من دول في نفس الايه، نفس العدد، وبالتالي هو السامبل الصغيره دي ريبريزنتنج ايه، ريبريزنتنج الباتشايه الكبيره. يبقى انا كده تمام، يعني الميكسنج ده اكسبتد ستيل، مقبول، بس هو راندم. راندم يعني ايه؟ يعني مش زي الحاله اللي في النص، لا ده مش كل ابيض جنبيه ازرق، لا هتلاقي في حبه، يعني هنا مثلا هتلاقي ايه، اهو حبه ازرق اهو، حبه ازرق اهو، حبه ازرق اهو، حبه ابيض، حبه ابيض، حبه ابيض، مش كل ابيض جنبيه ازرق. ده بنسميه راندم ميكسنج. الراندم ميكسنج لو
كل مربع او كل سمول سامبل من دول ريبريزنتنج اللي انا عايزه، يبقى بالنسبه لي ده ايه efficient mixing وزي الفل. لو مش representing السامبل بتاعتي مش representing اللي انا عايزه، يبقى خلاص لسه انا محتاج ايه اكمل ميكسنج، بس ده بنسميه random mixing عكس اليونيفورم ميكسنج اللي كان موجود قبل كده اللي هو كل واحده بيضه جنبها واحده زرقاء. طيب والحاله الثالثه بقى، الحاله الثالثه totally unmixed، انا حطيت الابيض اهو وحطيت الازرق اهو والاثنين ما اتخلطوش ببعض، كل واحد في ناحيه، تمام. طبعا ده نديله 100%، ده نديله 0%، ده ان بتوين، ده ما بين الحاله دي ان انا حطيت الكومبوننتس وما امتزجوش خالص نهائيا، وما بين الحاله دي ان كل واحد جنبيه واحد تاني، تمام. طيب بنقيسه ازاي؟ بنقيسه بحاجه اسمها سكيل اوف سكروتني. ايه هو السكيل اوف سكروتني ده؟ ده سكيل ديسكرايبس ذا مينيمم سايز اوف ذا ريجنز اوف سيجريجيشن ان ا بارتيكولار ميكشر which would cause it to be regarded as insufficiently mixed. يعني ايه؟ يعني ايه؟ طيب تخيلوا معايا ان احنا بنمكس بودره عشان نروح نكبسها، المثل اللي احنا قلناه من شويه. زي ما اتفقنا according للسلايد اللي فاتت، هل انا هعرف اخلي كل كومبوننت جنبي كومبوننت التاني، يعني هخليهم perfectly mixed؟ اكيد لا، مستحيل، صعب جدا، احنا بنتكلم في بودره في بعض مش سلوشن. طيب هل انا عايزه يبقى توتالي ان ميكسد؟ لا، يبقى انا بتارجت ايه؟ بتارجت الراندملي ميكسد. الراندملي ميكسد ده معناه ايه؟ معناه ان انا وانا بمكس هيبقى في عندي بعض الحتت فيها كومبوننت معين دون عن بقيه الكومبوننتس. الفيصل عندي ان ده يبقى اكسبتد ولا لا ايه؟ ان انا لما اسحب جرام، انا القرص عندي سي هيطلع جرام في الاخر، لما اسحب جرام من البودره واروح احلله هلاقي انا عايز 10% ماده فعاله، الاقي 10% فعلا ماده فعاله. انا كومبوننت A 5% الاقي كومبوننت A 5%، كومبوننت B 8% الاقي كومبوننت B 8%، وكل كومبوننت الاقيه فعلا زي ما انا عايز. هل معنى كده ان هما بيرفكتلي ميكسد؟ لا، هما مش بيرفكتلي ميكسد، ولكن هما متوزعين في السمول سامبل اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه. اوكي، ده كده ايه؟ دي كده فكره السكيل اوف سكروتني. السكيل اوف سكروتني هو بيقول لك ايه هو المينيمم سايز من الريجنز اوف سيجريجيشنز ان ا بارتيكولار ميكشر which would cause it to be regarded as insufficiently mixed. يعني سي مثلا انا عندي القرص 1 جرام، لو عندي المينيمم سايز من الريجن اللي فيه سيجريجيشن اللي انا، يعني سي مثلا انا لو خدت كيلو من البودره هيطلع لي تمام، طب لو خدت نص هيطلع تمام، طب لو خدت ربع هيطلع تمام، طب لو خدت 5 جرام احللهم طلعوا تمام، طب لو خدت 2 جرام وما طلعوش تمام، يعني ال 2 جرام لما جيت احللهم لقيت ان ال 2 جرام دول لا يعبروا عن الكومبوننتس اللي انا حاططها بنفس النسب. يعني انا حاطط 10% ماده فعاله في ال 2 جرام، لقيت لا، في حتت 5% وفي حتت 15%. كده يبقى السكيل اوف سكروتني بتاعك كام؟ اخرك كام؟ 2 جرام، ال 2 جرام دي هي اللي تعبر عن الانسفيشنت ميكسنج. طب انت القرص بتاعك كام جرام؟ هل كده البودره دي ميكسد؟ لا، كمل ميكسنج تاني. فهمتوا الفكره؟ طب هكمل ميكسنج وبعدين لقيت ان الواحد جرام هو اللي تمام، يعني لقيت ان ال 2 جرام تمام سوري والواحد جرام مش تمام، لسه انا عايز اميكس لغايه ما يبقى الواحد جرام يعبر عن كل الكومبوننت بشكل زي ما انا حاطه. طب انا عملت ميكسنج ولقيت ان السامبل اللي وزنها 5 مللي جرام مش sufficiently mixed، لا تعبر عن نسب الكومبوننتس بشكل مظبوط، لكن من اول 10 جرام فما فوق مظبوط، كده انت عامل sufficient mixing ولا لا؟ انا عامل sufficient mixing، تمام. يبقى انا بالنسبه لي ده هو فكره السكيل اوف سكروتني، ايه هو اقل سامبل بعديه او عنده هيبقى الميكسنج مش مظبوط، وتشوف هل ده السامبل بتاعتك ولا لا. يعني انا السامبل الجرام بتاعتي تمام ولا مش تمام؟ تمام، خلاص وديه الكبس. طب طلعت مثلا لا، انت لغايه 5 جرام كان تمام لكن بعد كده مش تمام، يبقى انت لسه عايز تعمل ميكسنج لانك مش هتكبس 5 جرام. طب لو انا بعبي اكياس بودره وزنها 5 جرام ولقيت انه لغايه 2 جرام تمام
من اول 1 جرام مش تمام، ده مش فارق معايا طالما لغاية 2 جرام الميكسنج مظبوط او الكومبوننتس ممثلة بنسبها، يبقى انت كده تمام عبي خلاص، انت كده خلصت. طب لقيت لغاية 10 جرام بقى، لا كده مش مظبوط. اوكي فهمتوا اللعبة؟ طيب هنتكلم على اول حاجة الميكسنج اوف ليكويد. طيب ببساطة كده هندي انتروداكشن بسيطة. لو انتوا شايفين معايا غالبا ده دي التنكات اللي بتبقى موجودة بنعمل فيها ميكسنج للليكويدز مع بعض. الميكسنج بيتم من خلال الامبيلر، الامبيلر ده بقى ليه اشكال لسه هناخدها ان شاء الله المحاضرة الجاية. والامبيلر ده بيلف مربوط بموتور، والموتور بيلف فبيقلب يعمل اجيتيشن، والاجيتيشن ده هو اللي بيحفز الميكسنج. تمام؟ طيب الليكويدز as well as liquids and solids، يعني احنا بنتكلم بقى في الليكويد ميكسنج سواء انا بمكس ليكويدز مع بعض او بمكس ليكويد مع سوليد، سواء هدوبه سواء هسسبند ايا كان، غالبا بنعملهم ميكسنج بالامبيلر روتيتنج في تانك. تمام؟ الامبيلرز دول ليهم 3 انواع، بنقسمهم 3 انواع، يا اما باتلز يا اما تربينز يا اما بروبيلرز. اوكي هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. دول الـ3 انواع بتوع الامبيلر. الامبيلر ده اللي هي ايه يعني، لو هنديها لفظ دارج كده، المروحه بتاعت التانك اللي بتقلب. تمام؟ ليها 3 انواع الامبيلرز، ايه هي؟ يا اما بادل يا اما توربين يا اما بروبيلر. الامبيلر ده هو بيلف بيعمل ايه؟ بيعمل اول حاجه ريجن اوف انتنس شير، وبعدين بروجكشن اوف ديستربنسز هنشوف دلوقتي. اول حاجه ريجن اوف انتنس شير، يعني ايه ريجن اوف انتنس شير؟ تخيل معايا القلاب ده بيقلب جوه حاجه فيسكس زي الجليسرين مثلا. ايه اكتر حته في الجليسرين بتلف بسرعه او بيحصل لها اجيتيشن قوي؟ الحته اللي حوالين الامبيلر على طول، صح؟ اللي هي جوه المراوح بتاعه المروحه دي، جوه الريش بتاعه المروحه وحواليها مش بعيد، دي بنسميها ريجن اوف انتنس شير. زي ما احنا كنا درسنا بقى زمان الشير ده، فكره الشير اللي هي الايه، حركه ليكويد جوه ليكويد. تمام؟ او يعني الشير بتاع الفيسكوستي بتاع زمان. طيب فبيحصل لي عندي ريجن اوف انتنس شير، بيبقى الشير فيها عالي قوي. دي فين؟ دي في الفيزينيتي اوف ذا امبيلر with the induction of high velocity gradient and turbulence within the liquid and turbulence within the liquid and sorry دي حصل ميكس يعني repetition وانا بكتب. طيب يعني ايه؟ بيحصل لي المروحه وهي بتلف في الليكويد، المنطقه المجاوره للامبيلر دي هي اعلى سرعه للليكويد، اعلى حركه للامبيلر بيتاثر بيها الليكويد، فالليكويد بيبقى سريع زي الامبيلر او اقل شويه، لكن اعلى شير بيبقى موجود في الايه، حوالين الامبيلر. كل ما تبعد عن الامبيلر ايه اللي يحصل؟ سرعه الليكويد تقل وبالتالي الشير يقل، فبيحصل بحاجه بنسميها بروجكشن اوف ذا ديستربنس. انا عملت ديستربنس في حته، المفروض ان الديستربنس ده يحصل له ايه، يبتدي ينتقل من الحته بتاعتي لبره، بس خلي بالك وهو بينتقل ما بينتقلش بكفاءه 100%، فبيفضل الحته اللي في النص اللي هي جنب الامبيلر دي اللي حوالين الامبيلر دي هي اعلى شير، والشير يقل بالتدريج. اوكي؟ طيب خلوا بالكم دي المشكله دي او الفكره دي ما بنلاقيهاش في الهاي شير هوموجينايزر، وهنشوفها ان شاء الله المحاضره الجايه. طيب فانا بيحصل لي انتنس شير حوالين الامبيلر على طول، ويبتدي ينتقل ده ايه؟ الشير ده او الديستربنس اللي انا عملته ده بيبتدي ينتقل من حوالين الامبيلر لبره لبقيه التانك. اوكي؟ ده بيحصل ايه؟ بفلو باترن، بيحصل له اكستندنج ثرو اوت ذا فوليوم اوف ذا كونتينر، يبتدي ايه؟ ينتقل بقى. طيب زي ما انت شايف كده انا عندي هنا امبيلر بيلف اهو، لو انتوا شايفين حوالين الامبيلر اعلى شير، بره الامبيلر الشير بيقل. طبعا بالنسبة لنا هنا التربين ده واخد الكونتينر كله، فهتلاقي انه الانتنس شير اعلى ما يكون هنا، برضو ما بنفرحش قوي بيها. ليه؟ لان ده معناه ان مقاومة السائل اعلى ما يكون، واستهلاك الطاقة برضو اعلى ما يكون.
طيب عندي هنا انا مقسمه لاربع مراوح زي ما انتم شايفين، لو بصيت لها من الجنب زي ما انتم شايفين كده مقسمها لاربع مراوح اهي. الاربع مراوح دول شايفين الشير هنا بيبقى ايه اعلى ما يكون حوالين المراوح ويبتدي ينتقل، شايفين الاسهم دي الشير او الحركة بتاعت السايل شغالة تنتقل لبقية التانك وترجع تاني، تنتقل وتروح، تروح وتيجي، تروح وتيجي، فكده التانك كله يتقلب. لو انتم شايفين هنا في السايد فيو هتلاقوا ايه، هتلاقوا مراوح بتلف هنا في من تحت اهي، وفي جزء بيطلع فوق، اللي بيطلع فوق ده ايه، ده المادة، ده انتقال الديستربنس. تمام، هنا دي مروحة. اوكي، المروحة دي بتعمل راديال موفمنت، او يعني زي ما هنتكلم دلوقتي بتبتدي ايه تعمل شير هنا عالي، والشير ده ينتقل لبقية الكونتينر. تمام، بما ان انا عندي ديستربنس بيتخلق في الفيسينيتي بتاعت الامبيلر بعدين يحصل له فلو لبقيه الكونتينر، فالناس بقى درست انواع الفلو. الفلو مش نوع واحد، اوكي، الفلو فعليا ثلاث انواع هندرسهم مع بعض دلوقتي. فالتايب اوف فلو ان ميكشر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على خصائص الليكويد، هل الليكويد ده فيسكس ولا ليس فيسكس، هل الليكويد ده مثلا كونسيستنت، ايه نوع الليكويد، خصائصه ايه. تمام، طيب بيعتمد برضو على التايب اوف امبيلر، زي ما اتفقنا الامبيلر ممكن يكون ايه تربين او بادل او بروبيلر، دول تلات انواع، كل نوع بيعمل تايب اوف فلو غير التاني. يبقى انا كده خصائص الليكويد فارقه معايا، خصائص الامبيلر او نوعه فارق معايا، تالت حاجه السايز والبروبورشنز اوف ذا تانك بافل والاجيتيتور. يعني ايه، تخيل معايا انت عندك تانك مثلا قطره متر حاطط فيه امبيلر قطره 5 سم، هل ده هيعمل نفس الفلو بتاعك لو انت عندك تانك قطره متر حاطط فيه امبيلر قطره نص متر؟ اكيد لا. تمام، عندك تانك فيه بافلز يعني فيه حواجز، الحواجز دي بتعوق حركة السائل فبتقلب السائل في بعضه اكتر. يعني انت تخيل معايا كده كوبايه بتقلبها، الكوبايه دي جيت انا في النقط يعني في الجناب كده وحطيت لك حواجز للسائل، لما تيجي تقلب السائل بيخبط في الجوانب دي فبيتمركز اكتر. فلو التانك بتاعك فيه بافلز هيفرق عن لو التانك ما فيهوش بافلز في التايب اوف فلو. تمام، طب يبقى انا كده عشان اجمالا بقى نوع الفلو هيفرق حسب ايه، حسب اول حاجه نوع السائل، ثانيا او خصائص السائل، بعدين نوع الامبيلر انت مستعمل انهي نوع في الامبيلرز، وثالثا حجم البروبورشن بتاع البافل والاجيتيتور، التانك بافل والاجيتيتور. تمام، طيب الفلو باترن بنحلله لكام نوع؟ زي ما اتفقنا هما ثلاث انواع. اول نوع التانجنشيال او الروتيشنال، زي ما انت شايف في الرسمه هنا معايا كل السائل بيلف في انهي اتجاه؟ في نفس اتجاه الامبيلر، مماسي يعني الامبيلر ده لما بيلف كده بيعمل دايره، كل السائل على التماس بتاع الدايره دي، عشان كده بنسميه تانجنشيال مماسي. اوكي، والتانجنشيال ده اسوأ نوع فلو، مش احسن حاجه. التانجنشيال ده بيأكت في دايركشن ذات از تانجنت، تانجنت يعني مماس تو ذا سيركل اوف ذا روتيشن اراوند ايه ذا امبيلر شافت، زي ما احنا متفقين اهو الامبيلر ده لو تخيلنا هو بيلف بيعمل دايره، كل حركه السائل ايه في نفس المماس بتاع الدايره ده. تمام، طيب وبالتالي السائل بيلف في حركه ايه دائريه، وخلي بالك ده الليست افكتيف تايب اوف فلو. انت متخيل معايا انا لو بقلب بسرعه شويه، انت متخيلين ان انت بما انك بتلف السائل في حركه دائريه بس، يعني السائل اهو شغال يلف حركه دائريه حوالين ال الميكسنج من هنا لهنا لهنا لهنا، هيبقى افيشنت قوي؟ لا طبعا. عشان كده حتى لما جينا عملناه انتوا واخدين بالكم التربين ده واخد غالبيه التانك، عشان غالبيه الليكويد هيتخلط بالايه؟ بالسيركلر موفمنت، لكن الحركه عكس التربينز اللي فاتت او الامبيلرز اللي فاتت كانت ايه؟ كانت في فوق وتحت ويمين وشمال، هنا مفيش الكلام ده، هنا السائل بيلف في حركه دائريه مع الايه؟ مع الامبيلر. اوكي،
يبقى اول نوع هو التانجنشال وده اسوأهم او اقلهم في الكفاءة. تاني نوع الراديال. الراديال يعني ايه يا شباب؟ الراديال يعني لو تخيلنا ان ادي الدايرة بتاعت التانك بتاعي اهو، فالراديوس هو ايه اهو، فالليكويد حركة الليكويد بتبقى ايه كده، يعني ارسمها لكم بشكل افضل عشان تبان اكتر. لو تخيلنا شباب ان ده التانك اهو، اوكي، وادي هنا الامبلر، حركة الليكويد بتبقى ازاي؟ مش تانجنشال، مش دائرية زي كده، لا يعني ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش كده دائرية مع الامبيلر، لا خالص. امال بتبقى ازاي؟ بتبقى جزء منها او الراديال بقى فلو بيروح ناحية الوولز بتاعة التانك كده ويرجع تاني، يروح كده ويرجع تاني زي ما انتوا شايفين ايه في الرسمة دي. شايفين الليكويد شغال ايه، الامبيلر ده بيلف دائري، تمام، بس هو بيلف دائري، الليكويد بيجري ناحية التانك وول ويرجع تاني، بيروح ناحية التانك وول ويرجع تاني، اوكي، زي ما انتم شايفين كده هنا حتى في الرسمة دي. شايفين حركة الاسهم ازاي؟ وطبعا لما بيروح ناحية التانك وول هو بيرجع تاني ازاي؟ يخبط فيه فيرجع تاني، فلما يخبط فيه ويرجع تاني بيقوم لافف اللفة اللي انتم شايفينها دي. اوكي، طيب، وبالتالي بقى نتكلم على الراديال فلو. واتفقنا راديال يعني هو جاي من كلمه راديوس، يعني انا عندي الامبيلر في النص، هو في نص التانك، هو ماشي لغايه الوولز بتاعت التانك وبيرجع تاني. ده acting in a direction radiating at right angle، يعني زاويه قايمه to the impeller shaft along its radius. شرحناها بقى ازاي. الفلو ده is set up in the liquids as soon as the centrifugal force provided by rotational overcomes the resistance of the liquid to flow. يعني ايه؟ بصوا يا شباب، انا وانا بلف في السايل بيحصل عندي centrifugal force، المثل الشهير لما كنت تجيب حبل وتلف تربط فيه طوبة ولا اي حاجة وتلفها، الطوبة عايزة تجري بره، ليه؟ centrifugal force، صح؟ نفس centrifugal force دي هي اللي مخلية الليكويد اللي جوه الانتنسي اللي حركته سريعه عايز يتنطر بره الوول، يروح بره للوول. فلما السنترفيوجال فورس دي بتاعت الروتيتنج بتاعت الشافت لما بيلف، لما بتوفر كم، بتتغلب على الريزيستنس بتاعت الليكويد تو فلو، اهو انا دلوقتي بلف الليكويد بسرعه، فالليكويد بيلف بسرعه عايز يجري بعيد، بس ايه اللي بيقاومه؟ اللي بيقاومه بقيه الليكويد اللي ما بيلفش بسرعه. بمجرد ما قوه السنترفيوجال فورس دي تتغلب على مقاومة السائل، طبقات السائل البطيئة اللي بره، هيحصل ان الليكويد اللي بيلف بسرعة هيجري من خلال طبقات السائل البطيئة ويروح ناحية الوول. فالليكويد عندي اهو بيلف بنفس سرعة الشفت، بدأ يتغلب على الطبقات البطيئة من الليكويدز اللي ماشية بره دي، فيقوم طالع بقى من خلالها وايه، يخش مكانه طبقات تانية من اللي كانت بطيئة. متخيلين بقى الحركة؟ الليكويد السريع بيترمي بره، طبعا هو ماشي بره شغال يختلط بالبطيء، ويجيب مكانه كان بطيء يختلط ايه، يتلف بسرعه. متخيلين بقى الميكسنج هنا عامل ازاي؟ فالميكسنج هنا كويس، عشان كده الريديال فلو ماله افضل بكتير من الايه، من التانجنشال، تمام، بس طبعا لسه مش احسن حاجه، هتشوف بقى حاجه احسن اللي هو ايه، الفلو اللي جاي. اوكي، فهمتوا الفكره؟ طيب ثالث بقى نوع، الاكزيال او اللونجيتيودنال. طيب احنا دلوقتي يا جماعه اتكلمنا على، كان عندي تانك اهو، سوري نرسم بشكل احسن، انا كان عندي تانك اهو، التانك ده لما كان الليكويد بيلف مماسي كده في دواير كده كنا بنقول تانجنشال وقلنا ده وحش، ولما كان ماشي من هنا راديتنج ناحيه الايه، الوولز بتاعتي، قلنا ده الراديال وده ايه، ده كويس واحسنهم، وزي او مش احسنهم، ده كويس واحسن من اللي فاتوا زي الفل. امال الاكزيال ده او اللونجيتيودنال ده هيروح فين؟ نمسح بقى عشان ايه الرسمه باظت، نرسم رسمه تاني. ادي التانك بتاعنا اهو، من الجنب هنا ما يبانش، تعالى بقى نرسمه كده
ونشوف. الراديال لو انا عندي الامبيلر هنا، الراديال كان بيمشي كده صح؟ طبقات السائل بتتمركز بالطبقات اللي جنبها هنا وهنا، يعني طبقات ايه بتمشي يمين وشمال، فالطبقات دي بتتمركز مع الطبقات دي. طب والطبقات اللي فوق بتتمركز برضو بس بدرجة اقل. امال اللونجيتودينال بقى بيعمل ايه؟ اللونجيتودينال بيقوم عامل حاجة في منتهى الجمال، وهي ان الفلو بيبقى عامل كده، عشان كده بنسميه لونجيتودينال طولي. طبقات السائل بتطلع فوق، طبقات السائل تانية بتنزل مكانها تحت، فالميكسنج بيحصل على طول التانك تمام؟ عشان كده بنسميه اكزيال اور لونجيتودينال فلو. فهمتوا الفكرة؟ لو بصيتوا على الرسمة تحت هتبان لكم اكتر. شايفين الفلويد يطلع فوق وينزل تحت، يطلع فوق وينزل تحت، يطلع فوق وينزل تحت. فكده كل طبقات السائل فوق وتحت حوالين التانك بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم ميكس تمام. فبالتالي اللونجيتودينال ده بيبقى ايه؟ بيحصل reaction as the wall of the tank acting parallel to the impeller according to the impeller with regard to with sense to the sense of rotation there are two possible axial flow patterns. يعني ده اللي انا شرحته من شويه. طيب بس بيحصل عندي تو باترنز، ايه هما الباترن؟ يا اما الامبيلر بامبس ليكويد فروم ذا بوتوم تو ذا سيرفيس، يعني بياخد من تحت لفوق زي النموذج اللي احنا شايفينه ده، اهو الامبيلر شغال ياخد من تحت ويرمي فوق. طبعا اللي فوق بيقوم نازل تحت مكانه ويقوم طالع تاني فوق وينزل تحت مكانه ويطلع تاني فوق وهكذا. يا اما بياخد من فوق لتحت. عارف بالظبط عامل زي ايه؟ ان الفكره الشبيهه ليها عشان تفهموها اكتر، فكره الشفاط. الشفاط في اتجاه معين للمروحه يشفط ويطلع على بره. طب لو عكست الاتجاه يجيب من بره لجوه. تخيل الشفاط ده بقى انت حاطه جوه التانك في وضع راسي كده، في وضع قصدي افقي، ايه اللي يحصل؟ في اتجاه معين للمروحه هياخد من تحت لفوق. طب لو عكست الاتجاه بتاع المروحه هياخد من فوق لتحت تمام. يبقى هو ممكن ياخد من تحت لفوق، يعني ياخد من تحت ويرمي على فوق طبقات الليكويد، او ياخد من طبقات الليكويد اللي فوق ويرمي على تحت. طيب احنا كده خلصنا اول محاضره واتكلمنا فيها على مقدمه عامه عن الليكويد ميكسنج او عن الميكسنج والميكسنج بتاع الليكويد وانواع الفلو. ان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل ميكسنج اوف ليكويدز، هتبقى اصغر شويه من المحاضره دي ما تقلقوش. وبعد كده هنخش على الميكسنج اوف سوليدز. لو في حد عنده اي استفسار او اي تعليقات يا ريت تعرفوني شباب، وبالتوفيق باذن الله.